رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وبيسعدني ويشرفني جدا وجود الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي معايا هنا في استوديو الخبير الاقتصادي. دكتور علي، الاول مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، ومبسوط وسعيد ان انا معاك. بتفائل بيك يعني دايما كده، سبحان الله، من مرحله لمرحله كده كل مرحله بنقعد نحللها وبتطلع صح الحمد لله. والله خليني اقول ان انا اللي بتفائل بيك اكتر لما بيبقى يعني شرف ليا وجودي مع اعلامي شاطر بيقدر يبسط الكلام، متفائل بنسبة كبيرة، بيحاول ان هو يحلل الواقع بمنتهى البساطة. المشاهد دايما والمواطن بيبقى محتاج اللي ما يعملش عليه استاذ، اللي ما يعملش عليه بيفهم، هو محتاج ان هو يكلمه باللغة اللي يفهم بيها. فاعتقد ان صوت الناس من الناس، بنحاول نوصل للناس كده يا رب دايما. طيب افريقيا، افريقيا ملف كبير جدا. ملف اهميتها ايه؟ ملف مهم وكبير. احنا يمكن طبعا في فترة كده من 95 كلنا نعلمها كنا زي ما بنقول كده ايه، مخصمين افريقيا شويه، مش عاوزين ان احنا نتعامل معاهم، بنتعامل يعني ان احنا بقى احسن منكم واحنا وهكذا. المهم اثبتت الايام مع الوقت ان لا، ده بالعكس، ده امريكا استفادت من افريقيا، ده الصين استفادت من افريقيا، المانيا استفادت من افريقيا، فرنسا استفادت من افريقيا. واللي يخليك تستغرب ان معظم الدول ديت هي كانت مستعمره لعديد وعديد من الدول الافريقيه، وبالرغم من كده حققت مصالح اقتصاديه وعوائد اقتصاديه ضخمه جدا، سواء من جانب الاستثمارات او من جوانب اخرى مرتبطه بالتبادل التجاري. صحيح. لما تيجي بقى تشوف مصر اللي هي المفروض علاقات تاريخيه، حليف وحليف وشقيق وقاره واحده وعلاقات طيبه من الستينات من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والعلاقات الطيبه جدا، تلاقي لا انت بتبعد، بتلاقي معدلات التبادل الاقتصادي منخفضه، حجم الاستثمارات المشتركه والمتبادله قليل جدا، وفكره الاعتماد القاره على دول عظمى او اقتصادات اخرى اجنبيه هتلاقيها اكبر بكتير. بدأنا يمكن من 2014 الأمور تاخد منظور تاني واتجاه تاني، وأعتقد هو ده كان الاتجاه الصحيح. نعم. رقم واحد، أنا علشان أتكلم بقى على علاقات اقتصادية ومعدلات تبادل تجاري وخلافه، لازم كان الأول علاقات السياسية والدبلوماسية تبقى جيدة. صحيح. كان عندنا مشكلة في عضوية الاتحاد الأفريقي، دلوقتي احنا بقينا رؤساء الاتحاد الأفريقي، فبرضه احنا بنتكلم على موقف آخر نقيض. بقينا بنستقبل عديد من الزعماء الأفارقة في مصر، بقينا كمان بيبقى في زيارات مرتبات لو شايفين رئيس الجمهورية بنفسه بجانب أعضاء من الحكومة، وفي وقت من الأوقات بيبقى رئيس الحكومة بنفسه هو اللي بيبقى موجود في زيارات للدول الإفريقية. شايفين كمان إزاي إن بقت مصر بتتكلم بلغة إفريقيا، بمعنى أنا بستقبل المحافل الإفريقية هنا في مصر، وبالذات يمكن بركز على عام 2018، ابتدينا نتكلم ان القارة الافريقية محتاجة تمويل، القارة الافريقية محتاجة، مش بتكلم على مصر، لا احنا بنتكلم على بناء باسم القارة، باسم القارة بتكلم على بناء الانسان الافريقي، بتكلم على مشروعات تدريبية للشباب الافريقي، بتكلم على مبادرات في الصحة للشباب الافريقي اللي موجود في مصر. ويمكن هنا برضو كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح جدا في زيارته لألمانيا لملف منع مكافحة الهجرة غير الشرعية من افريقيا، واسباب هذه الهجرة غير الشرعية لان في حاله من حالات اللا ادميه في افريقيا، فبالتالي محتاجين دعم من هذه الدول. وكان الحل هنا هو حتى يمكن اللي كان مطروح من جانب مصر هو حل اقتصادي، بمعنى هو الشباب دي بتهاجر ليه؟ مش فلوس بس، انت لو حققت التنميه ورفعت مستوى المعيشه مش هيحتاج انه يجي لك كمان في اوروبا يعني. فانت بالتالي انت كدول صناعيه كبرى واقتصاد الماني واحد من اهم الاقتصادات على مستوى العالم، لو انت فعلا دعمت التنميه هناك في افريقيا، هي هتمنع لك الهجره غير الشرعيه، هتمنع لك كتير من المشاكل اللي ممكن تكون بتتصدر لك نتيجه انخفاض معدلات. طيب، مع وجود سوق اوروبيه مشتركه ابتدت الفكره هنا برضو في افريقيا، طب ليه ما نعملش سوق إفريقية مشتركة وتوحيد عملة؟ وكان بعدين ظهرت مشاكل كتير قوي 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 في القصة وتعطلت وحاجات، مشاكل يعني كبيرة. فطلع الحل، طب خلاص نعمل منطقة تجارة حرة، تبقى تجارة مشتركة ما بيننا. ويمكن أعتقد أن ده اللي شفناه في النيجر في الاجتماع الأخير، وإزاي أن أفريقيا دلوقتي حتى بتصدر نفسها للعالم بشكل جديد كمان. إحنا كمصر دلوقتي احنا عايزين نعرف الاول ايه اقوى اقتصاديات موجوده في افريقيا، يعني ايه احنا عندنا أقوى دول؟ عندنا نيجيريا طبعا الناتج المحلي الاجمالي بتاعها 397.3 مليار دولار. نيجيريا
وعندنا بعد كده جنوب افريقيا 366 مليار دولار، مصر 250.9 مليار دولار. مصر الثالث على افريقيا؟ اه ده من اكبر ثلاث اقتصادات على مستوى القاره كناتج محلي اجمالي. مصر الثالث؟ مصر الثالث طبعا. انت بتتكلم على اصل لا في دول تانية الواحد كان بيسمع عنها كان يعني اقتصادات. احنا بنتكلم على الاقتصادات التانية، معدلات نمو اقتصادي بتتخطى في وقت من الاوقات ال 9% ال 10%، اوكي، بس انا بتكلم على ناتج محلي اجمالي للاقتصاد دوت. برضه مصر انت بتتكلم على 100 مليون مواطن، مساحه مليون كيلومتر، يعني لا مصر طبعا واحده من اهم الدول. مفرداتنا قويه، شو بتفرد نفسها طبعا. يعني. بقى موقع جغرافي وغيرها من هذه الخصائص. طيب. يعني انت لسه قايل احنا 100 مليون، ال 100 مليون دول على طول بالنسبه لاي حد بتاع بزنس يقول لك بس ده ماركت، ده سوق. اكيد اكيد. هل احنا في ظل هذه الاتفاقيه هنستفاد من المنتجات الأفريقية أكتر، لأن هي ممكن تبقى نسبتها كمان هتبقى مقارنة بالأسعار هتبقى أقل من الأسعار التانية، ولا إحنا هنستفاد من أفريقيا كسوق نبتدي نصدر له منتجات مصرية فبالتالي نشجع الصناعة المصرية على إنها تنتج حاجات الأفارقة أو الدول الأفريقية بتحتاجها؟ هربط السؤال دوت بسؤال تاني يمكن حضرتك ذكرته في وسط حديثك، هي جزئية ان احنا قلنا السوق الاوروبية مشتركة، واحنا هنا هو في افريقيا بنتكلم على سياسات نقدية وغيرها من هذه السياسات، ده جزء. والجزء الاخر هي منطقة التجارة الحرة ديت احنا هنستفيد منها ولا مش هنستفيد. خلينا نحطهم كلهم تحت مظلة ان احنا بنسعى الى التكامل الاقتصادي الافريقي. التكامل الاقتصادي الافريقي دوت عشان اوصل له في مجموعة كبيرة من الخطوات اللي انا لازم اتحرك عليها. جزء منها مرتبط او خلينا نقول خطوه منها اللي هو الاتحاد الجمركي او فكره ان انا اعمل منطقه تجاره حره. منطقه تجاره حره معناها ان انا بخفض الرسوم الجمركيه تدريجيا لغايه لما هتوصل ل 90% على مدار الخمس سنوات القادمه. عندي ما يقرب من حوالي 28 دوله هم دول اتصدوا على الاتفاقيه، على امل باذن الله ان احنا نصل لل 55 دوله الافريقيه ان هم كلهم يصدقوا عليها. طيب انا دلوقتي خلينا نقول السوق الاوروبيه مشتركه طبعا عشان يوصلوها كان في مجموعه كبيره من الخطوات لغايه لما وصل لان هو بقى خلاص الاتحاد الاوروبي نتيجه ان هو وحد السياسات الماليه عنده، السياسات النقديه بقى عنده، سياسات مرتبطه بالتجاره الخارجيه، دي كلها سياسات، وطبعا بجانب العمله الموحده دي كلها خطوات ابتدى يتحرك عليها. يمكن دلوقتي بنشوف فكره بقى بريكزيت ان هي تبقى موجوده وخلافه من هذه الاشكالات، لكن في النهايه هو كتله واحده قدر ان هو. بس انجلترا حتى في البدايه كانت العمله حتى عمله مختلفه يعني، وهو ده هو ده يعني حتى يمكن لما الناس كانت بتتكلم هو من اول خالص الجنيه الاسترليني ما قدرش ان هو يعني يخش، فهو لا. اكيد لان بعد بريطانيا من الاقتصاديات الضخمه على مستوى العالم، عمله بتعتبر من اهم عملات الاس دي ار، العملات الاحتياطي الاجنبي، وبالتالي فكره ان هي كانت تتنازل عن عملتها وان هي تدخل ضمن اليورو ده موضوع يمكن ما كانش عليه وفاق، فهو ده اللي ادى المشكله دي. لكن خلينا نرجع لملف افريقيا. فكرة طبعا ان احنا نوصل لمرحلة متقدمة جدا اللي هي التكامل الاقتصادي، ان احنا نوصل لعملة افريقية موحدة، سياسات النقدية تبقى موحدة، يبقى عندي البنك المركزي الافريقي، دي كلها طبعا افكار مهمة جدا. لكن علشان اوصل لها كان لازم ابتدي بمنطقة التجارة الحرة اللي اتأخرت يمكن سنوات كبيرة جدا، بنتكلم على فكرة من الستينات، بنتكلم على اتفاقيات من 17-18 سنة لغاية لما وصلنا دلوقتي لمرحلة التنفيذ. والتنفيذ ده زي ما انا قلت احنا بنتكلم على تخفيض الرسوم الجمركية بحوالي 90% تدريجيا على مدار خمس سنوات قادمة. طب هم طيب بينتجوا ايه طيب؟ يعني ايه اللي انا ممكن يعني انا لما يبقى عندي اتفاقية ما بيني وبين اوروبا انا عارف اوروبا بتنتج ايه فبالتالي هقدر استفاد منها. ايه اللي ممكن بينتج في افريقيا انا ببقى عايزه؟ طيب خلينا ناخد الاجابة دي برضو من وجهتين نظر او اتجاهين مهمين جدا. افريقيا ككل يمكن بينقصها بنسبة كبيرة جدا عامل النو هاو والتكنولوجيا، واحنا كدول افريقية بنستوردها. طيب انا عشان بستوردها بطريقتين، يا اما بستورد منتج نهائي يا اما استقبل استثمارات اجنبيه مباشره، شركات اجنبيه تبقى بتعمل مصانع عندي بتعمل المنتج دوت اقدر ان انا ايه اصدر بس بايد بايد عامله مصريه على حسب القوانين المنظمه للاستثمار في كل دوله. عندنا في مصر الحد الاقصى من العماله الاجنبيه للشركات الاجنبيه هو ال 20%، ده قانون الاستثمار الجديد، كان قبل كده 10%، قانون الاستثمار الجديد عدلها ل 20%، وبالتالي عندي ما يقرب من 80% من العمالة هم مصريين. بستفيد منه ايه؟ بستفيد طبعا العمالة المصرية وكمان التكنولوجيا، وده جزئية مهمة جدا، والتكنولوجيا ديت مش حاجة
اقتصاديا رخيصة، لا احنا بنتكلم على دول بتنفق مليارات من الدولارات على البحوث والتطوير. امريكا بتنفق ما يقرب من ار ان دي، اللي هو حاجه اسمها ار ان دي، دي حاجه يعني 460 مليار دولار امريكا بتصرفهم سنويا على البحوث والتطوير. الصين بتنفق ما يقرب من حوالي 350 مليار دولار سنويا على البحوث والتطوير. فالمنتج او التكنولوجيا ديت لا هي تستحق فعلا ان احنا نسعى ان احنا نجذب استثمارات اجنبيه مباشره عشان تنقل معاها التكنولوجيا دي. وفي نفس الوقت انت يبقى انت بتتحرك على ملف التعليم والتطوير وخلافه من هذه الامور علشان تقدر كمان ان انت يبقى عندك التكنولوجيا الخاصه بيك واللي انت تقدر تطور من المنتجات بتاعتك. طيب نرجع بقى للجزئيه المهمه حضرتك ذكرتها، هي افريقيا دي تمتلك ايه علشان انا يعني انا هحتاج لهم في ايه وهم هيحتاجوني في ايه. رقم واحد احنا بنتكلم على القاره الافريقيه دي بتمتلك موارد طبيعيه يمكن هي الاهم والاكبر على مستوى العالم. احنا بنتكلم على 30% من الثروه المعدنيه على مستوى العالم، 12% من النفط على مستوى. بس هنا يمكن الجزئيه دي يا دكتور احنا نمتلك ده انما ما بنستغلش ده. يعني يعني دايما بيبقى الموارد بتاعتنا موجوده يعني، وكنت بتلاقي زي الرمله في مصر على سبيل المثال كانت تتاخد وتعمل منها السيليكون بره ويرجع لنا بفلوس ضخمه جدا. فكان عندك الـ 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 الموارد الخيرات اللي موجوده في الارض مش قادر تحولها الى برودكت الى منتج. عشان كده قلت في البدايه لا انا استقبل استثمارات اجنبيه مباشره، استقبل استثمارات اجنبيه على ارض مصر او على الاراضي الافريقيه تبتدي ان هي تساعدني في استغلال الموارد ديت الاستغلال الامثل. مصر حتى يمكن في 2018 احنا استقبلنا ما يقرب من 7.7 مليار دولار كاستثمارات اجنبيه مباشره، كنا الدوله الاولى على مستوى افريقيا استقبالا للاستثمارات الاجنبيه المباشره. الدوله الثانيه كانت اثيوبيا بما يقرب من حوالي 3.4 مليار دولار. فاكيد في تحسن رغم من تراجع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره العام الماضي باكثر من 24% عالميا. تمام. اذا احنا عندنا نمره واحد المواد الخام. طيب المواد الخام والمواد الطبيعيه، لكن هو الفكره كلها في ايه؟ انا هستفيد ايه من الدول الافريقيه برضو؟ ان انا في كتير من الموارد اللي انا ما بقدرش يعني مثلا على سبيل المثال سلعه زي الشاي، احنا ما بننتجش في مصر شاي ولكن بنعتمد على الاستيراد. الاستيراد دوت انا بستورده من الدول الافريقيه اللي بتقدر ان هي تنتج الشاي زي كينيا على سبيل المثال. وبالتالي فكره ان انا استفيد من تراجع الاسعار دوت، لان انا بتكلم على سوم جمركيه هتبقى مخفضه لو انا بصدر لها، طب انا بستورد دي كلها هقدر ان انا استفيد منها، اقدر ان انا اتعظم من معدلات التبادل التجاري ما بيني وما بينهم. انا هنا هو في مصر ابتديت اتحرك في ملفات كتيره جدا مرتبطه بالصناعه، بالطاقه، الاتصالات، الانشاء والبناء، طبعا تشييد والبناء. احنا عندنا طبعا شركه زي المقاولين العرب ليها كتير من المشروعات في افريقيا، دي كلها تقدر ان هي تفتح مجال للاستثمار والتبادل التجاري. فبالتالي دايما هيبقى المنتج الافريقي بقى خلينا نقول او الدول اللي هي هتنضم لهذه الاتفاقيه هيبقى دايما معاهم ميزه ان المنتج بتاعه يقدر ينافس عن طريق السعر. بمعنى ان انا عندي منتج اوروبي وعندي منتج افريقي، المنتج الافريقي دوت مخفض سعره باكثر من 90% مقارنه برسوم الجمركيه. هنا هو بيتحط عليه سي مثلا 100%، هنا هو هيتحط عليه 10% بعد ما يتم تخفيض. وبالتالي في ميزه هنا هو ميزه السعر، ازاي ان السعر هيبقى تنافسي. لكن دايما بنقول جانب السعر مهم لكن لازم يبقى جانب الجوده مهم برضه. لان احنا مثلا لما بنتكلم على مصر وهي هتصدر لدوله زي مثلا جنوب افريقيا، انت مش بتنافس السوق المحلي في جنوب افريقيا، انت بتنافس السوق الاوروبي اللي داخل لها. بس انت هيبقى عندك ميزه نسبيه السعر، ميزه نسبيه السعر. ولازم برضه اتحرك على ملف الجوده لان الاثنين بقوا مهمين. مش كل المستهلكين بيدوروا على السعر بس، صح؟ المستهلك في مستهلك بيدور على السعر بس، ده على حسب طبعا انخفاض او ارتفاع مستويات الدخول او متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، ده جزء مهم جدا ومعيار. لكن بيدور على الشكل، نهايه طريقه التغليف بجوده المنتج من جوه. نجاح الحاجات دي الصين واللي خلاها المصدر الاول على مستوى العالم باكثر من 2.1 تريليون دولار وبقت منافس قوي جدا للولايات المتحده الامريكيه ودخلت معاها في حرب تجاريه وغيره، جزء اللي هو مرتبط بالكاتيجوريز والمستويات الخاصه بالمنتج. انت بتدي كل بالزبط. حاجه يعني اللي عايز حاجه بسيطه هيلاقيها، اللي عايز اعلى كاتيجوري هيلاقيها، بالنسبه للسعر، بالنسبه للجوده، بالنسبه لذوق المستهلك، صح؟
ذوق المستهلك ده برضو على فكره جزئيه مهمه جدا، لازم ابقى فاهم وعايز ايه بالظبط. ليه؟ لان احنا ساعات برضو ابقى خايب لو صنعت حاجه ما اعرفش ابيعها يعني. وعندنا كمان كان مشكله في وقت كتير على فكره في مصر، ان احنا كنا بنعتبر ان الفقه ديت اي حاجه تصدرها لهم هياخدوها. لا طبعا الدنيا مش كده. وعلى فكره كان في موجود في مصر، استقبلنا السنه اللي فاتت كان معرض للتجاره البينيه في هنا هو في مصر، وكان في دول كتير مشاركه من ضمنها انجول على سبيل المثال، ولقيناهم ان هو لا الناس بتنتج وبيبتدوا. بس يمكن عارف يا دكتور السبب الرئيسي في ده ايه؟ يمكن الاعلام عليه دور كبير جدا طبعا. لان الصوره الذهنيه لافريقيا غابه وناس ماشيه بسهم والناس ما شافتش يعني. يعني انت تروح كينيا تنبهر تتخض، تروح جنوب افريقيا ايه ده يا جماعه ده طبعا. في اوروبا مش في مش في دوله افريقيا. ففكره بص حضرتك خليها اخد من كلامك حاجه مهمه. احنا ساعات بنتضايق جدا وبنزعل لما الغرب بيصور مصر ان احنا جمل وصحراء. هي يعني نفس اهرامات وصحراء وجمل، وبنتضايق قوي لا ازاي طب ده احنا عندنا وعندنا وعندنا. نفس المشكله اللي احنا بنزعل من الغرب فيها احنا برضه بنطبقها علينا، بنطبقها على الدول الافريقيه. لا الدول الافريقيه دلوقتي بقى عندهم نوع يعني طفره كبيره جدا في الوعي وفي الثقافه وفي التكنولوجيا، معدلات النمو الاقتصادي اللي ابتدت تحققها عديد من الدول الافريقيه. بس هو في جزء مهم خلينا نربطه برضه بموضوع التكامل الاقتصادي اللي احنا ذكرناه في بدايه الحلقه، هو النجاحات حتى اللي بنتكلم عليها في الفقه هي أنا بعتبرها نجاحات فردية. يعني بمعنى مصر ابتدت تحقق تجربة اقتصادية ناجحة، رواندا، جنوب افريقيا، نيجيريا، المغرب ابتدت تحقق نجاحات، ويمكن حتى في صناعة السيارات على وجه التحديد حققت نجاح كبير جدا، لكن نجاحات فردية. فكرة التكامل دوت تقدر ان هي تعظم من هذه النجاحات بالنسبة للاقتصادات ديت، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تخلي الاقتصادات اللي هي الصغيرة في الحجم او اللي عندها بعض التحديات ان هي كمان برضو تبتدي تخش في هذه النجاحات وتبقى النجاحات دي بشكل عام، وده اللي بيخدم فكرة التكتل. يعني احنا لما نشوف حتى الاتحاد الاوروبي المانيا هي اقتصاد قوي جدا صحيح. لكن شفنا اليونان كان عندها مشاكل ازاي ان تدخلت وكان في مشاكل في بلجيكا وعدة دول اخرى، ازاي ان التكتل دوت والتجمع دوت يقدر ان هو يفيد كافة الدول. هو ده التجربة اللي احنا بنعمل ان هي تبقى موجودة في مصر ازاي في افريقيا. نعم. ازاي ان مصر طبعا مع رئاستها الاتحاد الافريقي تقدر ان هي تساعد الدول الافريقيه فعلا على حاله من حالات التكتل والتجمع. لان برضه لما نيجي نشوف المشهد في الاقتصاد العالمي ونيجي نشوف التحديات اللي موجوده، تباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، شايفين حرب تجاريه، العقوبات الامريكيه على العديد من الدول وغيرها وغيرها من هذه الاشكاليات، لا نشوف ان لابد على الدول الافريقيه ان هي تبقى في حاله تكتل. يمكن من ضمن المشاكل اللي موجوده في افريقيا الطاقه، الطاقه ازمه بالنسبه لافريقيا للانتاج، والطاقه مهمه عشان اي استثمارات موجوده على الارض. مصر دلوقتي اصبحت من الدول الحمد لله عندها وفره في الطاقه وعندنا تجربه بصراحه تدرس عالميا. يعني في خلال سنتين ونص ثلاث سنين انت تحولت من دولة ما فيش خالص طاقة بتقطع، ما فيش مستثمرين راضين يقولك علشان ما عندكش طاقة، لدولة عندها الحمد لله وفرة. دلوقتي بنسعى لربط الشبكات ما بين مصر ودول الجوار علشان نقدر يحصل تبادل في الطاقة، ونسعى لتنمية هذه الدول. مشكلة الطاقة في أفريقيا شايفها إزاي؟ وهل ممكن يبقى لنا إحنا كمصر بالتجربة الرائدة اللي كانت موجودة عندنا دور في نقل هذه التجربة للدول الأخرى؟ أعتقد لا، إحنا عندنا تجربة ناجحة جدا. إحنا على فكرة مش بنقارن سنين طويلة، يعني إحنا نرجع ل 2013، يعني إحنا كان عندنا مشاكل كبيرة جدا ضخمة يعني في موضوع الطاقة. لأن المشكلة كمان مش بتكلم على قطاع الصناعة، لا ده أنا بتكلم حتى بالنسبة للمنازل والبيوت، يعني الموضوع كان صعب يعني. وده كمان ما كانش بيشجع أي مستثمر إن هو يعني هستثمر إزاي إذا كان ما فيش كهرباء بتوصل للبيوت، يبقى إزاي أنا أضمن إن أنا أخش في استثمار. طبعًا مع الاستثمارات الضخمة اللي الدولة اتحركت فيها، المحطات الجديدة بقى عندنا الفائض دوت، ابتدينا نخش في فكرة الربط الكهربائي ما بيننا وما بين عديد من الدول. اكيد التجربه ديت نقدر ان احنا نصدرها للدول الافريقيه، عشان كده قلت من ضمن حتى القطاعات اللي نقدر ان احنا نتحرك فيها جدا. طبعا مجال الطاقه، وعلى فكره مش الطاقه التقليديه بس، انا اسف على المقاطعه، مش الطاقه التقليديه بس، لا احنا حتى ملف الطاقه المتجدده ابتدينا نتحرك فيه بقوه. ملف زي الطاقه الشمسيه، واحد من اهم الملفات اللي العالم كله بيتحرك عليها، الطاقه النظيفه دوت احنا ابتدينا نشتغل عليه، عندنا مشروع مهم جدا في اسوان، اعتقد ان ده ممكن كمان يبقى في تعاون. احنا انا فترات انا فاكر احنا قدامنا دقيقتين، فتره من فترات كانت شركه كبيره مصريه
اسمها المقاولين العرب كانت موجوده في كل حته في افريقيا، وقدرنا ان احنا نصدر هذه الشركه اللي كانت بتشتغل بالتعاون مع الحكومات في افريقيا بشكل كبير جدا. هل الفتره القادمه ممكن نشوف مصر بتتمدد هذا التمدد من جديد داخل افريقيا؟ اعتقد، لان احنا كمان بنتكلم على نجاحات هي ان شاء الله هيخلقها نجاحات اكبر. شايفين العلاقات السياسيه والدبلوماسيه اللي اصبحت جيده جدا ديت تمهد الطريق لزياده في الاستثمار، زياده في معدلات التبادل التجاري. شايفين كمان ازاي ان في حرص شديد جدا من مصر على تحفيز عمل الشركات الافريقيه في مصر، بجانب خلق صندوق لضمان مخاطر الاستثمار للشركات المصريه والمستثمرين المصريين في افريقيا. ده جزء مهم جدا. بقينا بنحارب الفساد الموجود في افريقيا، ده هيشجع مستثمرين مصريين ان هم يبقوا موجودين يعظموا من العوائد بتاعتهم. خلينا نقول ونختم ان بدل ما انت بتتعامل مع سوق في 100 مليون، انت بتتعامل مع سوق في 1.2 مليار نسمة انسان. بشكرك جدا دكتور علي على وجودك وعلى اهميه ان احنا نلقي الضوء على هذا الملف عشان نفهم احنا ممكن نستفاد ايه من افريقيا وافريقيا تستفاد مننا ازاي. بشكرك على وجودك ودايما كده متفائل في النهايه كده. الدولار هينزل؟ الدولار يعني نامل ان هو ينزل باذن الله اكتر من كده، يعني كل ما بينزل كل ما ينعكس. يوصل كام؟ ما اعتقدش ان هو يقل اكتر من 16، ما اعتقدش السنه دي على الاقل. ما اعتقدش. بشكرك جدا. وده تحسن جيد يعني. صحيح، احنا كنا فين؟ كنا فين؟ بشكرك جدا دكتور علي على وجودك معانا النهارده. شرف كبير جدا لنا والله، وسعيد جدا بهذا اللقاء. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتكم النهارده من برنامجكم صوت الناس. على لقاء غدا باذن الله تعالى مع زميلتي ايمان سليم. اترككم في رعايه الله. احمد الشاعر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.